قول لي انت اسمك ايه؟ تعالي سوق شويه. وبتعمل ايه هنا يا معاذ على سلم مترو جامعه القاهره؟ بترسم؟ تفرجني كده على الرسومات بتاعتك. لا لا هات من الاول بقى. انت بتيجي كل يوم تقعد على السلم هنا عشان ترسم؟ اشمعنى بقى؟ ايه؟ طب انت بتبيع الرسومات دي؟ يعني الرسمة الأولانية دي بتبيعها بكام؟ بخمسة. يعني دي بتبيعها بكام؟ بخمسة. تمام، وبتلاقي حد يشتري منك؟ طب انت بعت كام رسمة النهاردة؟ ايه ثلاثة بس. بعت النهاردة ثلاثة. طب كويس. بتبيع حاجة تاني غير الرسومات دي؟ ايه بقى؟ مناديل. فين المناديل؟ تمام. طيب انت مبسوطة يا معز؟ بتروح مدرسة؟ كنت بروح. وبعدين ليه بطلت تروح؟ أول ما كنت قاعد عند الست رحت عند أبويا ولا بيصحيني ولا بيديني مسؤول. قعدت كتير هناك. رحت عند رجعت عند الست عشان أروح المدرسة تاني. جيت أروح المدرسة قالوا لي راحت عليك السنة مش هتروح تاني غير لما تجيب 1000 جنيه ونرتب تاني. تمام، أنت عندك كام سنة دلوقتي؟ 8. 8 سنين، يعني أنت المفروض تبقى في تالتة ابتدائي. طب وانت قاعد مع مين دلوقتي؟ مع ستي. مع جدتك. ام امك ولا ام ابوك؟ ام امك. تمام، هي طبعا مش قادره تصرف عليك. تصرف بس مش قادره توديك المدرسه. تمام، ربنا يوفقك يا معاذ وتبقى احسن رسام في مصر ان شاء الله. يلا اعمل للناس باي باي.